الو، اتفضل اتفضل يا استاذ علي. السلام عليكم، وعليكم السلام. شلونك شيخ؟ والله شلون بخير حال، صحتك؟ الحمد لله. الله بخير. الله يسلمك، الله يحفظك ان شاء الله. الله يحفظك، انت المدافع عن الصحابة يا شيخ. نسأل الله الإخلاص. الله يسلمك شيخنا. انا شيعي، عندي لك سؤال. لا حضرتك بقى، أنت تستشير حضرتك بعد ما تجاوب على سؤال الحلقة إن شاء الله بأطرح سؤالك، بعد ما تجاوب على سؤال الحلقة. الآن الآية تزكي المهاجرين والأنصار، وتزكي من اتبع المهاجرين والأنصار، والمهاجرون والأنصار ليسوا بمعصومين، ومع ذلك الله عز وجل يزكي من يتبعهم أن يأخذ منهم الدين، فكيف ذلك؟ عندما تريد أن تستشير علي بآية من القرآن الكريم، إلى أي تفسير تريد أن نذهب؟ إلى تفسير الختام بالإيمان؟ حضرتك روح للتفسير اللي أنت عايزه، روح للتفسير اللي أنت عايزه. أنا ما قلت لك تفسر منين. أمير القريش، أتحداك تناظر أمير القريش، أنا موافق، بس اسمعني بس، أنا موافق. شوف بقى مين اللي هيهرب من المناظرة، أنا موافق، بقول لك أنا موافق. أنا موافق، لا سيبوه يا أخوانا ما تقطعوش عليه، أنا موافق. أثبتت أن القرآن كامل عند يا عم أنا موافق، يا عم أنا موافق، بس خليه ناظر. أنا موافق، أكتر من كده إيه؟ أنا موافق. أنا موافق والله، يلا اتصل عليه، امشي يا أهبل يالا، هي المناظرة إن أنا أتصل عليه ولا نحدد ميعاد المناظرة؟ انا وردت الاهبل ده، هيروح لامير، هيهرب امير هيروح لامير يقول له وليد موافق على المناظره، امير هيهرب يقول لك موافق على المناظره، اتصل عليه. ايه الغباء يا اخي والله العظيم. والله ناس 10 10 الساعه 10، ناس 10 10 الساعه 10. الله المستعان، ده هو من اساس 10 10 الساعه 10، عطينا له شهر عشان يوافق على المناظره وهرب منها.